الذكاء العاطفي وكيف يمكن أن يؤثر إيجابا على حياتنا؟ الذكاء العاطفي يعرفه خبراء التنمية البشرية على أنه قدرة الشخص على معرفة عواطفه معرفة تامة. وأيضا القدرة على معرفة عواطف الآخرين، وبالتالي التنقل بين عواطفه وانفعالاته بما يتناسب مع الحالة والموقف الذي يتواجد فيه. ويعتقد البعض أن الذكاء العاطفي هو أساس النجاح في الحياة وطريق للوصول إلى الأهداف والغايات والمناصب القيادية. ما هو الذكاء العاطفي؟ ثلاث أشياء. أول شيء هو الوعي بالذات أو الوعي بالعواطف. أنت واعي بماذا يدور في عقلك وما هي العاطفة التي تشعر بها الآن، وتعرف أن هذه العاطفة ستؤدي إلى سلوك وإلى فعل. الشيء الثاني مهم جدا للمشاهدين يعرفونه هو إدارة الذات وليس السيطرة على الذات. الكثير من الناس يقولون أو يشجعون الناس أنه يجب أن تسيطر أو تتحكم في عواطفك، لكن حقيقة الأمر هي العواطف لا تسيطر عليها ولا تتحكم فيها، بل تديرها. أنت واعي بما يدور في نفسك. والشيء الثالث المهم كمان هو توجيه الذات، بمعنى أنك توجه هذه العواطف من خلال تعاملك مع الناس، تتعامل مع وأنت عالم أنت غاضب أو أنت حزين، أنت عالم أن تعرف أنك حزين، فتعاملك مع الناس يكون مختلف، وهذا يساعدك على تفهم عواطف الآخرين. اللي هو هي خاصية التعاطف وهي من أهم خصائص الذكاء العاطفي هاني، لأنه تساعدك في فهم والتواصل مع الآخرين بطريقة راقية. ويقول عالم الاجتماع دانيال كولمان في كتابه الذكاء العاطفي إن عواطفنا تنبع من أربعة عوامل أساسية: الوعي الذاتي، وهو القدرة على الفهم الدقيق لمشاعر وعواطف الذات وكذلك تأثيرها على الآخرين. ضبط الذات، أي القدرة على ضبط وتوجيه الانفعالات والمشاعر القوية تجاه الآخرين. الحافز، وهو حب العمل بغض النظر عن المصالح المادية. التعاطف، والمقصود هنا تفهم مشاعر وعواطف الآخرين والقدرة على التعامل مع مشاعر وعواطف الآخرين. صاحب الذكاء العاطفي لديه القدرة أن يكون مسؤولا عن نفسه، مسؤول عن محيطه، مسؤول عن إدارة عواطفه، وبذلك هو إنسان لا يشكو كثيرا، لا يلوم الأشخاص كثيرا، هو دائما مسؤول عن أفعاله، مسؤول عن سلوكه، وهذه الأشخاص تكون عنده فعالية، سواء فعالة محيط الاجتماعي في الأسرة أو مع الأصدقاء أو في المهني. الإنسان المسؤول عن عواطفه، المسؤول عن سلوكه، هذا إنسان منتج، الإنسان عنده القدرة على التطور وعلى التقدم إلى الأمام. النقطة الثانية هاني هي الإنسان الذكي عاطفيا إنسان يتقبل التغيير ولا يقاومه، وهذا مهم جدا. نحن في القرن 21 كما نقول أنه الشيء الوحيد الذي لا يتغير هو التغيير، فالتغيير سنة الحياة، ولذلك الإنسان ذكي عاطفيا يتجاوب بإيجابية مع التغيير، لأن التغيير يولد عندنا بعض العواطف، ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية، فالشخص الذكي عاطفيا عنده القدرة على إدارتها ومواجهة التغيير والتعامل معه كفرصة. الشخص الغير ذكي عاطفيا يتعامل مع التغيير بالخوف، فتراه يجمد في مكانه لا يتحرك أو يقاومه بشدة، وهذا طبعا عكس التطور وهذا لا يساعد على التقدم، وطبعا ممكن يؤثر عليه على المستوى الأسري أو المستوى المهني. تصور عندك مدير في شركة يقاوم التغيير، كيف يكون موظفون، خصوصا الموظفين الذين يريدون أن يبدعون في شغلهم، الذين يريدون أن يتقدمون في عملهم. تصور عندك رب أسرة أو ربة أسرة تقاوم التغيير، كيف تتعامل مع أطفالها، كيف تتعامل مع التحدي الذي يطرحه تربية الأولاد. ومن الصفات التي تطغى على الذين يتمتعون بالذكاء العاطفي القدرة على تفهم أوضاع الآخرين وأحوالهم والتعاطف معهم، تكوين الصداقات المتعددة والإبقاء عليها، المقدرة على فض النزاعات والخلافات، التعبير عما يختلجهم من مشاعر حتى وإن كانت مشاعر مختلطة، مواجهة المشاكل بثقة عالية،
الاستقلالية بالرأي ومحاولة فهم الأمور. الذكاء العاطفي يؤثر على محيطنا وعلى حياتنا اليومية بشكل إيجابي، حيث أنه يساعدنا على اتخاذ القرارات صحيحة ومتوازنة، حيث يكون في هناك توازن ما بين العقل والعاطفة. الذكاء العاطفي يساعدنا على نسج علاقات اجتماعية قوية وعلاقات مهنية أيضا، لأنه نطبق مهارة الامباثي أو مهارة التعاطف. الذكاء العاطفي يساعدنا على فضل النزاعات بطريقة مهنية. الكثير من الناس ينتهي بهم النزاع إلى خصومة أبدية أو إلى قطيعة، لكن الأشخاص الأذكياء عاطفيا هم أشخاص عندهم القدرة على التحكم وإدارة عواطفهم، بحيث أنهم يواجهون النزاعات ويواجهون المشاكل وهي شيء طبيعي، لكن يواجهونها بحكمة عاطفية. ويقول مختصون إن عوامل معينة تساعد على تطوير ذكائنا العاطفي: الاهتمام بالتواصل اللفظي، تعبير الوجه، لغة الجسد، والإيماءات، خفض مستوى الإجهاد، البقاء إيجابي، البقاء متصلا بعاطفتك. الذكاء العاطفي مثل العضلة، كيف نطور العضلة؟ يأتي يوم علينا فنقرر الذهاب إلى النادي الرياضي. نفس الشيء بالنسبة إلى الذكاء العاطفي، نقرر يوما ما أنه نريد أن ندير، نريد أن نكون واعيين بذاتنا، نريد أن ندير عواطفنا بطريقة جيدة أو بطريقة إيجابية. أول شيء اتخاذ القرار أنه من اليوم ولاحقا سأكون شخص واعي بذاتي، شخص عندي القدرة على إدارة الذات وعلى توجيهها بالطريقة الصحيحة. الشيء الثاني وهو مراقبة الذات ومراقبة عواطفنا. بداية لاحظ كل آخر اليوم، لاحظ أو ممكن تدون كيف أنك تفاعلت مع بعض المواقف الجيدة، مواقف إيجابية والمواقف السلبية، كيف تفاعلت معها نفسيا عاطفيا وحتى جسديا، كيف تفاعلت معها، ودون هذه الملاحظات. هل أنت تتجاوب معها بطريقة هل تدفعك إلى القيام بالسلوك، أو أنت تأخذ وقتك وتفكر وتتنفس بعمق لإدارة العواطف. الشيء الثالث والمهم جدا، توقف عن الحكم على عواطفك. الغضب عاطفة مقبول، الضحك والمرح عاطفة مقبولة، الحزن، كل العواطف مقبولة. ليس هناك عواطف جيدة وعواطف غير جيدة، كل العواطف مقبولة. أهم شيء هو كيف ندير هذه العواطف وكيف أن نكون واعيين بذاتها. هناك بعض الأشخاص يحكمون على ذاتهم، أنا أحزن كثيرا لا أريد أن أحزن، يغضبون لأنهم يحزنون كثيرا أو لأنهم يغضبون كثيرا. فعادي أن الواحد يكون بيغضب، عادي أنه يفرح، عادي أنه يبتسم، كل العواطف من المرضي. المهم أن نقودها وليس هي التي تقودنا.